خير الزاق يا كريم يا الله يا الله. مشويح يا يما، اللي ما كان يدخل ويخرج الا لو ما يحاكيش. زعلنا عليك وانت اكيد زعلت علينا على حالنا. بعدك بعدك كل شي مشامل هذا. اين ما سرت وابصر يحيى قدامي واسمع صوته وضحكته في اذاني. كان يحيى يساعدني مش الماء يدبها الماء. ابني رجع لامه وخواته وبيته انعيسي. من هذه؟ هذه الذي سرقت اخي. شفتي لها فين وصلنا يا عاتكة؟ الذي بينش وبينه مش موضوع طلاقه بس، ولا فلتنا بسبب السد ومشاكلنا مع الرياحنا. ياي سكوت، ولا خرجت بعد امك؟ من فين تعرف أمير؟ من يوم ما عرفت نفسي وأنا بدون أب، لكن ما حسيت إني يتيمة أو وحيدة إلا بعد موت أخي يحيى. عودت عيني على رؤياك. أنا لي منعاك.
مكانك! كيف أنت يا بنتي اليوم؟ مثل كل يوم أحس جسمي وجاني. الحمد لله على كل حال. كن يدعى الله كل يوم وعيش بيش. سري أنا كم قد لي في المرض خلاص تعودت عليه، لكن متأملة من الله أنه يشفيني. أنت تواصلتي مع ماش؟ بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. هيا كيف البطل حقنا اليوم؟ أحسن إن شاء الله. ربي يشفيش يا بنتي وشفي كل مريض. آمين. قولي لي أمير ببالكم؟ من أمير؟ من الذي يشتي يصلي عليها الليلة؟ كملت فرحتك بعد ما بسرتني؟ قصتك أنني مت وفضيت لك المدينة صح؟ عشان تتويسخ فيها مثل ما تشتي؟ أمير صخر! صخر بن ناصر المناوري، أخو يحيى ناصر المناوري الذي قتل في الصيدلية ومتخيل لكم أنه أنا. ما تعرف شي يحيى صح؟ كنت تعرف كل شي عني وعن يحيى وجالس ساكت. جاركم هو في القرية، أرضه جنب أرض أبوك وبيته جنب بيتكم. كنت تعرفه وما كلمتنيش. اسأل جميلة واسأل خالك مسعود، هم الذي خططوا لكل شيء. مشوش احد يعرف. من الذي قتل يحيى؟ عادني شا خليك تموت في اليوم ألف مرة. شا أكون كابوس في حياتك لو ما قرر متى أتخلص منك نهائيا. أمير جنن خلاص ما بشي حاجة تبطوه ولا يوقف عند حده. كان عقتلنا على واحد واحد. أنت بالذات تستاهل القتل. ما فعلت فيني أختي الجميلة ما هوش قليل. صح غلطتي أني عرفت كل حاجة وسكت وما دريت أن تند الهف. استغليت أختي الجميلة وبدي تدفع لك ثمن سكوتك، يا ليته باين فيك. وأمير قد استلم منه ولكن بطريقته. كل الذي حصل لنا أنت السبب فيه. على الأقل أمير عاد واضح وحقاني، أما أنت ما درينا ما في نفسك أو ما تشتي، وفوق كل هذا استغلالي.
كلكم فاشلين. لا اقتلني انا، اقتلني انا، وانا انا الذي قتلت. ايوه طب اسمعني يا امير، انا قاعد افهمك، انا قاعد افهمك يا امير. تفهمني ايش؟ انت حاقد علي من ايام المدرسه، وانت حاقد علي وانا مش عارف ليش، برغم كل اللي فعلته فيني الا اني نسيته وقفت معاك وساعدتك واعتبرتك اخ، حتى في الخطا وقفت معاك رغم اني ما كنت راضي، كنت نادم على كل شيء. وبعدها توقفت وابتعدت عنك وعرفت اني غلطت. اكبر غلط في حياتي كان اني تعرفت عليك وانت ما ديت في غلطك، مثل ما حرقت قلبي على اخي احرق قلبك على ابوك. لا لا يا امير، لا 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 ارجوك ارجوك، انا بعترف لك، انا اللي قتلت اخوك. ايوه انا اللي قتلت اخوك، انا كنت فاكر انه انت. الله يخليك يا امير، ابي ما لهش دخل، ارجوك ارجوك يا امير. صخر، اسمي صخر، امير حق زمان انساه، من اليوم انا صخر وقلبي رجع مثل الصخر. حسان حسان احنا لازم نتخلص من امير قبل ما يصفينا على واحد واحد. اول تعافى وقم على رجلك، بعدها نشوف حل هذا الموضوع. وقصدك انه بيستنى هو يشتيني انا ويتخلص مني؟ يا اخي احنا ما قتلنا شيخ يحيى، على سيف على البنا هذا كله. هو مش داري وفاكر ان الذي قتل واحد مننا الثلاثه، افهم. توفيق اركن عليك. غسان انت لك علاقه بمقتل يحيى؟ ملاحظين يا شباب ان صخر تغير بعد موت يحيى؟ احنا مقصرين مع صخر، المفروض نروح القريه ونسال عنه ونشوف ايش يحتاج. ايوه عشان تطردنا من مخ خيزران مثل ما طردتنا جميله، ما احناش ناقصين بهدله. عمره طويل. صخر يا صخر، بعد اينو صخر؟ ايش في يا وليد؟ ايش في منه؟ اينو ايش في موضعنا؟ اين تروح؟ ادخل الضيفه. عرفت من هو راجح الرياحي. راجح الرياحي هذا متهم بقضية قتل صابر محفوظ، وهذا ملف القضية للجريمة اللي وقعت من سنين. ممتاز، بدأنا نوصل لطرف الحيط، وكما لاحظت أن مقتل يحيى مرتبط بشيء كبير ولأطراف كثيرة. عرفت أنه كان أمير؟ للأسف لا، دورنا عليه في المدينة ما لقيناه، بس احتمال كبير أنه يكون في القرية. شكله نايم أو مشغول، غريبه ما يرد. قد حظنا من واحد للثاني، احنا كيف صدقنا واحد مثل أمير ما يعرف لا القرية ولا أهله وانه بيتفاهم معاهم؟ لا 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 ظلمي الآدمي، الله أعلم ايش ظروفه، وبعدين ما هوش مثل يحيى الله يرحمه، تحسي انه تعلم وعانى في هذا الدنيا ويعرف كيف يتصرف مع الناس. يا جماعة الذي يعرفه أنه أمير إنسان بلطجي ما يعرف إلا الخراب والقتل، فمش ممكن أنه يصلح شيء. يا شباب انسوا أمير وانسوا السب وانسوا كل شيء، واسمعوني أنا عندي الحل. ليش ما نقرب المال كل بيت في القرية من غير مشاكل، بطريقة حلوة وسهلة جدا، واعتقد أن الناس كبار القرية مش هيعرضوا على هذا الشيء. والحل نحط خزانات لكل 5 أو 6 بيوت،
وبدل ما يكون نروح إلى بركة الغريب ويدينا الماء من هناك ويمشن ساعات طويلة وأحيانا ما يوصلنا البيوت إلا خلص علينا الماء في الطريق، يكون نعبين الخزانات اللي جنب البيت. تمام، فكرة حلوة، لكن وين ندي الماء وحميد مانع للسد ينفتح؟ لحظة، أنا ما خلصت كلامي. أولا نأمن لهم الخزانات ونأمن لهم ماء لفترة بسيطة معينة، شي بسيط عشان يحسوا بقرب الماء والراحة اللي عمرهم ما حسوا فيها. والله فكرة جهنمية يطلع منش يا سعد. وبهذا الحال قرية الرياحنة والمقاورة بيتعودوا على الماء إنه يكون قريب ومعاهم في الخزانة، وهم من نفسهم يعبوا الخزانات من السد، وبكذا نكون حلينا المشاكل بين القريتين ومن غير مشاكل ولا حل يجي منهم. ما هو هذا؟ الله يهديك يا علوي، الله يهديك يا ولدي. صدق ما أنا تعبت، دبروا لنا ماء. محسن الحنفية في بيت خالتي، تفتحي ينزل الملا عندش. بين اتصل لعلوي ما بيجاوبنيش، وصخر رقمين ما لقيتش. خلاص يما، أنا عاد اطرح ليش صورة صخر على سب تعرفي رقمه، ولا أقول ليش عاد أعمل ليش صورة تحيا، هم الاثنين واحدي. اسكت، اتصلي انتي يمكن انه يجاوب. حاضر. هو عند امه، والله ما هو داري وين احنا. ريحانه له الله، ما بش منا ركنه، لكن بحجر الله يمه لا عاد تتصلي فيه او تحاكي، وانا عاد امسح رقمه ونسكه منه. لا 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 تستعجليش، اصلا ما حد بيجاوب على تلفون صخر الله. اسكت، اتصلي العلوي. الله يقلعك، قالوا اخ. موتي بغيظ يا شيخ خيزرة. أمير ولدي وتربيتي، مصير أهلي، تعبي ما راحش هدر. لازم أقتلها اليوم قبل بكرة. أيه. صخر أمير، أمير صخر. أبو الأرواح هذا لازم ينتهي ولازم أتخلص منه. مالك يا ولدي؟ إيش حصل لك؟ أين غسان اللي بيطمن علي ويطمني عليه؟ شكيلي، قل لي ما بيقلقك، قد لك خيرات على هذه الحالة. أمير وصخ يشتيني. لا ما يشتينيش، يشتي يقتلني. ها، انا قلت كنت قتلته، قلت كنبح خلاص طار. انت امير بكل من كان، لكن لا، انا قتلت اخوه. ها، وخايف لو اقتله مرة ثانية يطلع له اخ ثالث ورابع وخامس. لا تخيل لو جيت قتلته يطلع له اخ عاشر. ايوه، ويموت بدله خلاص. حتى ما ثنتين امهات، وانا بين ادور ربع ام. لما كنا في المدرسه كانت تخاف علي وكانت تشوف ما هو الذي يشتيه وما يحتاجه. يعني معناته الحين من كل شيء ثنتين، ما من كل حاجه
تنتهي. أيوة كل حاجة تنتهي. معقول هذا الكلام اللي بتقوله؟ أنجنت ولا بعقلك؟ قتلت يا غسان؟ لا 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 أنا قتلت شبح شبح أمير. لا يحيى يحيى أخو صخر، وصخر هو أمير. ها فهمت فهمت؟ أمير هو صخر وصخر هو أمير، أمير هو صخر. الله يهديك ويزكيك عقلك يا ولدي. صخر شكله العلاج لحز عقلك. أمير هو صخر. ذحين قل لي أنت ما تعرف شو أمك ولا أو ولا سئلت عليه ولا اشتقت له ولا هي دوره بعدك ولا اعرف عنها اي شيء. بعد ما طلقها بي غصب جدي زوجها لا قريه ثانيه، ومن بعدها اختفت. نصيحتي لك دور بعد امك واطلب منها الرضا، هي اللي شنور طريقك. لو هي تشيني اني دورت بعدي هي وسالت علي، بعدها بيني وبينك انا قد قنعت، لا عاد اشتي لا ام ولا عاد اشتي اب. الحمد لله. أنا كنت أقول إنه أنا المعقد الوحيد، طلع كنت صورتك معقد أخس مني، والظاهر إن الشنب هذا ما طلع إلا من غلب أمان. وأنا أقول عينك هذا ما لها طلعة غير. وأبوك شكله ضحية بتلاك، واللي ذاك ما يحبكش كان يدي لك خالة، حرام لا تقلب لك الحالة حامل. بعدها أنت مرة وريك أنا صورة أبوك وشكله طيب. أبي طيب لا عند الناس كلهم إلا لا عندي أنا. عقدني من الحياة هو أهل القرية، كان يمكنني يبني لا دخرتش يبني لا تسيرش يبني ما عاد قدرش يبني. أنت معاق يبني، أنت مكسر يبني، أنت أضحكوا عليك الناس أضحكوا عليك الجهال. لو ما تعقدت من الحياة خلاص صدق نفسي أمام. بعدها صاحبي بيني وبينك إحنا مجتمعنا هو قاسي زيادة، بدل ما يوقف معك ويشجعك تتخطى الإعاقة يوقف بوجهك ويخليك تزيد فوق الإعاقة إعاقة أكثر. وبعدها فلت البيت وفلت القرية وصرت أعيش لحالي في جبل في خرابة، وعرفت وليد هذاك صدق الوحيد الذي حسسني أني إنسان طبيعي، وكان يعاملني ساعة الناس. وعشنا ناوية أحلى أيام، كنا يوم نضحك يوم نزعل ويوم نفرح ويوم نضارب ويوم صدق عشنا ناوية. وليد هذاك يا أخي أنا أقسم بالله ما قد شفت إنسان زيه. أيوة. إنسان مصلحي صح وليد. إلا وليد يا أخي ما تدريش ما يشتي يعمل، يعني يشيل هاف كل شيء لحاله. ها يعني مصيبة مصيبة أمانة أنه مصيبة. تخيل كان عارف أن هذاك أمير مع أخ ولا كلمنا يعني ناخذ احتياطنا نتصرف. كش ملك يا حبيبي كش ملك. الله كش ملك، اصلا من كثر ما فزت عليك رحمتك وخليتك تفوز، بس لا تفرحش كثير. ايه مكننا من هذا الخبر. يا شباب اتصلت على رقم صخر وجاوبتنا امه وسالتنا عليه. اي واحد منهم؟ انا الصدق ما قد شفت واحد محظوظ في الحياه هذه زي صخر، معهم من كل حاجه دبل. الله يرزقني نص ما رزق صخر. امين. امه جميله اكيد طردته من البيت بعد ما استكفت منه. يا جماعه افهموا، قالت انه ما رجعش من امس وجالسه تدور عليه، ولا خلت احد لا في القريه ولا في المدينه ولا حتى عند ورشه مسعود. ماما اين صخر؟ ليش انت مديت لي فرصه ولا خليتني اتنفس؟ مو هذا الموضوع اللي شكلكم من اول. غسان خطف صخر ويمكن قتله. غسان قدوم مجنون وما مع سيرة غير صخر صخر صخر. أنا كلمتكم وانتوا أخبر. أمير من أمس لا حس ولا خبر، وما بش غيرك يعرف أينه. مسعود هنا شبني أنا مالي دخل منه، يسير يرجع الله معه. والعلمش ما خسرني وكسر ظهري وذلني إلا هذا الولد.
ما بعده إلا شقاق. ما شقيت بي إلا أنت وأنانيتك، وأنت لا وحدك لا مره ولا جحا. وتليفونه ما بطل يرن من الصبح ولا سكت، والكل بيدور عليه وإحنا ولا دارين أين هو. الله يحب فيه قلوب الخلق إلا قلبي أنا، ما نزل لي من زور. ما حد يحبه ويخاف عليه مثلي أنا. ربيت وكبرت ودرست وفعلت كل شيء لأجله، وهو ما ينساش هذا الشيء. مش أنت قلت لي زمان أني راجع قتل صابر المناوري وهرب؟ وما ذكرش مثل الحين. يمكن رجع القرية وما اكتفاش بقتل ناصر. يعلم الله ما قد بيخطط، والله يستر على ولدي. مستحيل يرجع، لأنه متهم بالقتل، ولو لمحوه هيطيروا رقبته. كان كيف عرف أمير؟ قد له من الصبح بيتصل خيرات. راجعه من؟ مالك يا خالي؟ ايش في؟ هيا 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 مجارتي، خير؟ او امير في حاجه؟ مش لايك ارد عليك واقول لك لكم الحياه، لاني كان بغير حياه وبتخططين وترسمين ولطافه واداب وبتتمسكنين لو ما تتمكنين. كم ليش بتتواصلي مع ابني امير؟ ها؟ كم ليش بتلعبي وتلفي وتدوري حول ابني امير؟ ها؟ وانا استغرب كل شويه تنط لعندي، مره اشتري خيط ابيض، مره اشتري بره، مره اشتري بطيخ. صلي على النبي يا جميله، عاد انتي في بيتي عيب. ما هو شيء ايش تفهمي؟ ردي ردي روحش. ما هو هذا الخبر؟ جاي تتبلي على بنات الناس؟ اخرجي من بيتي يلا. يو من نكن ومن حركاتكن. اصلا كيف تشتي امير يحبك وانت مش امه، وكنت بتضحكي علي طول هذه السنين؟ ايش هذا الكلام؟ فهميني قبل ما تكفي الجريمه. هذا اخر دلعي فيش؟ تخلي سمعتنا على كل اللي صار في الحاره وفي العماره، ولا تقولي امي تشتغل داخل البيت وخارج البيت عشان تاكل وتلبس وتشرب وتربي وتعيش احسن عيشه؟ ما هوش على الاكل واللبس بس، انا اشتي حد يحس فيني، اشتي حد يكلمني يفهمني يوجهني ويعلمني ويقول لي هذا صح وهذا غلط. انت مش فاضيتي اصلا، هذه ما هيش عيشه. الشرف والكرامة اهم شيء يا بيان، مش مهم عندك؟ صوره تعذب ربي. ايش من جديد يا بيان؟ تعالي تعالي، انا عاد اوريك كيف العيشه وايش الصح وايش الغلط. والصح يا بيان انك تجلسي في البيت لو ما تعقلي وتتربي. ما شاء الله يا راجح ما شاء الله، استفدت من غربتك وعملت لك فرن كبير تأمن بمستقبلك. الحمد لله الحمد لله، كل هذا من فضل الله. ايش معك جالس تلاحق بعد امير؟ ما يكفي ابوه ترجع تلاحق بعد عياله؟ امير لازم ما يعرف كل حاجه عن ابوه. يا سلام، ولازم امير يعرف من كان السبب في قتل ابوه، ومن كان السبب في الفتنة القائمة الآن في قرية المجاور والرياحنة. مسعود، أنا عارف هدفك من هذه الزيارة حقك، بس لا تنساش أنا ساكت عليكم من زمان، ماشي والله العظيم، لا آخر رجال أول ولا آخر.
حسبكم الله يا رياحنا حسبكم الله، مغلق إلا السد والناس يموتوا عطاش، وما فيش حد فيكم مؤمن يخاف الله فينا، وإحنا سايرة وجاية للغريب وما عاد معانا غير المسايبة والماء، وما فيش أحد بيهم لتعبنا، وبه ناس بيفتحوا من السد ويعبوا بدون تعب. ما هو هذا الكلام يا بنتي؟ لا تبلي على خلق الله، الكل ملتزم والسد ما حد قربه. يا كبير، حميد بيسقي للزرع حقه من السد واحنا بنتفرج ولا داخل، بس انت داري بي انا ما يعجبنيش الغلط ولا اسكت ابدا. ما هو هذا الكلام اللي بتقوله مرت مسعود يا حميد؟ فتحتوا السد؟ انت يا حاج مقداح وانا وكل اهل القريه يعرفوا ان مرت مسعود بتدور لها مشاكل وما منها الا المصايب. والصدق يا حميد ولا شيء، اخرج بنفسك لا عند الزرع وشوف، اذا لقيت قطره ماء واحده فعل ما اشتهيت. خفت من الكبير مقدا وما خفتش من الله يا حميد؟ استغفر الله العظيم، ما مش داري واحد كيف يتعامل معي. اذا سكت فانا ظلمت نفسي، واذا تكلمت يقولوا تكلم على مره. ارجعي يا مكلة في بيتش، وإذا معش كلا وصلي مع مسعود وإحنا هنتفاهم معه، ما بنتفاهم مع مكالف. اسمع يا حاج مقدام، ناصر ومسعود ما التزموا بالحكم، إما يطلقوا النسوة ولا خرجوا من القرية مع نسوانهم. جلستهم في القرية هي بتزيد المشاكل وما حيش ناقصين. أنا متأكد إن الحاج مقدام عيجبر ناصر إنه ينفذ الحكم، وما عيفلش مثل ما فلت عنده عابد، ما بيش هذا الخبر. أما مسعود ما بيش ما يكلف رجال أخبل، ما أمره سهل. يا أخي يعجبني الحاج مقدام، عمره ما يعجبه إنه يظلم أحد، خاصة إنه بدأ بتنفيذ الحكم من عنده من بيته، شل بنته من عند فراس وطلقها وزوجها بواحد ثاني. أمانة إن مرتك مسترجلة أكثر منك، بتدخل ديوان مقدام وتجلس تشارعنا على فتح السد أكثر من الحج عابد نفسه. عارفة بأخبار القرية على واحد واحد، من دخل ومن خرج، وانت تجلس على ما أنت. ادي القابلة لهذا واسعف ابن هذا واكبر مع هذاك، وصل الأمانات لفلان وعلان، ما رأيك نفعل لك دكان للأعمال الخيرية؟ اسمعني يا مسعود، إذا ما تقدر تضبط مرتك وتمسك لسانها تعز نفسك وكرامتك وتخرج أنت وهي من القرية، ما عاد باقي أكثر من هذا. يا رجال استحي على نفسك، مرتك بتحضر مجالس الرجال أكثر منك. وبعدها لحظة قل لي، مرتك هذه الأيام كثرت خرجاتها لعند السد؟ هو ما فيش أحد عند السد غير زيد الحارس، ولا راجع يوبه للأرض حقه. حميد رحلك من طابة زول محارشة، كودك بتدور بعض المشاكل أين ما هي، لا تحاول، احنا عارفين كل ما تشتي تعمله، انت مثل البير اليابس ما تمتلي من شيء، لا خليت لك لا قريب ولا صديق، خلي بصايرك هذا لا ينفع عنك، احنا هنرجع نعرف كيف حتكون نهايتك. الكل حذرني منش قبل ما تزوجش، قالوا ما همش حد ولا حد يقدر يحكمش، لكن أنا دعست على كلامهم وتزوجتش، قلت لا ما يمكن تكون هكذا. مسعود حاسب على كلامك. فعلا ما كذبوش، ما خليت لي وجه أخرج به بين القرية، كونش مداوم في مجالس الرجال تشتكي بخلق الله، ما خليت لا كبير ولا صغير، ولا عملت لي أي قيمة عندهم ولا احترام. أنا الغلطانة اللي جالسة معك لليوم وصابرة عليك وانت لا كفيتني،
ولا حسستني انني مرتك وجالس لي بعد جميلة وكأن ما معك في الدنيا هذه الا هي، واصلا انت واختك حياتكم كلها كذب. اسمعي، اول واخر مرة اسمح لش، لو تروحي وتحاكي حد من رجالك ريحنا ولا المجاورة فانت طالق، تروحي للسد ولو حتى بالغلط انت طالق، تروحي لبيت اخوش فراس انت طالق، لو تتحاكي علي ولا على اختي فانت طالق ومحرم علي من اليوم ليوم الدين. هل اعتبت منكم التهديدك؟ تقدر تمنعني من كل شيء الا بيت اخي شاروح له في اي وقت اشتيه، وصل هو هكذا ولا هكذا ما اعرف داري وينك، ما بين نفسك لك صوره. هيا انا عاد اقول لكم على رايي، والراي الاول والاخير لكم، ما قلتوا يا رجال. ادي رايك يا ناصر. واحنا بعدك يا ناصر، ما نشتي الا الصلح والسلامه. قبل كل شيء احنا اتفقنا يكون السد للبيوت مش للاراضي، وانتم بتسقوا اراضيكم من السد. ما حد عايسق ارضه، والجميع يلتزم بهذا، وبعدها نفتح باب ثاني للسد على سب ما يكون للمجاوره يكون للرياحنا. والصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم عليه. خير ان شاء الله. يلا 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 توكلنا. اسمع صحيح خير هذا الموضوع من شان تمام. اسمع، وبعد عن نفتح السد ونفتح باب ثاني للسد ما يكون المجاوره يعني يكون سواء. ايوه عاتقه ما قد دريتيش قالوا عيفتحوا السد. صدق؟ صابر انت متاكد ولا هي من حقك المشعر؟ لا متاكد 100%. ناصر لقى حل الموضوع وقال انه لقى فرصه يضغط بها على حمد. بشرك الله بالخير، وناصر المناوري الله يعينه ما عاد بالقريتين الا هو عاده بعقله. اسمع، انا اول وحده اتعبي حق هالبلدي، لانه قدوا بحق الدعس والتعب حقي من واحد للثاني. ايوه، وزيد قالوا عيفعلوا للسد بابين، باب لنا وباب للرياحنه، على سبيل انت داريه زحمه النسوة ويسكوا من اذيتش. اذيتي؟ اذيتي الذي وصلتهم لا طريق، المهم لا يسقوش للزرع. ايوه، وقد اتفقوا هكذا ان السد والدواب بس. حالي. لا يا صابر تحسد؟ قم اقلع من هنا، قالك تحسد. انت ما دخلك او حق ابوه، قم رحلك انت من هنا. تاخذها عاد اطلعي عطيلش ما اطلعي. ماشي يا صابر، شويه يوصلوا الرجال ويفتحوا السد. او قد نسيت انه طلقش وباعش برا خيس. ما دخلك هذا الخبر يا جدو. ان شاء الله الناس كنت ان شاء الله. ايوه اكيد ان شاء الله. يا غارته يا غارته يا غارته. راجح ايش الذي حصل يا راجح؟ ايش الذي حصل؟ الله المستعان عليك يا سخي، عاد كنت انت امل الوحيد ان القى حل، لكن خيرة الله. Thank you.
المغيب طول ظما الأيام يا سد الغريب هل من مجيب إحنا السبب ولا الزمن أصبح غريب صرنا جروح للوقت وأحزان السنين هل باقي روح للكره ولا العمر ضاع أولادنا رهن الضياع وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع العمر ضاع أولادنا رهن الضياع وكل يوم نخسر ويجرحنا وداع تعود الحياة حتى تعود المياه إلى مغاني النفوس قبل الربا قبل الغروس والكل نفسه قطيب مثل المحب للحبيب نفتح طريق القلوب يسقينا سد الغريب